الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه غوص الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على رسوله الكريم إمام الأولياء والمتقين سيد المستغفرين والتائبين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة كلهم أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أمة الإسلام، إخواني من المسلمين، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته، فهي وصية الله سبحانه للأولين والآخرين. عباد الله، اتقوا الله جل مجده، فإن التقوى خير ذخر يدخر، وأنفع الذخائر، وأفضل زاد ما يتزود به الإنسان في طريق حياته زاد التقوى، كما قال سبحانه في كتابه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ألبسوا لباس خشية الله ومعرفته، كما قال سبحانه في محكم تنزيله: ولباس التقوى ذلك خير. فاتقوا الله عليكم واستعدوا لرمضان القابل عباد الله بالطهارة والتقوى، واستعدوا بالتوبة والاستغفار قبل رمضان عباد الله. فاشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليكم من النعم الجليلة وآلائه المترادفة وعلى مننه الكثيرة. عباد الله، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب بخصلة من الخير فيه كان كمن أدى فريضة، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر صوابه والجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار من غير أن ينتقص من أجله شيء. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو على شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه لم يظمأ حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة، وأوسده مغفرة، وآخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه كان له عتق من النار. أيها الأحبة بالله، فاتقوا الله واستعدوا لرمضان بالأعمال الصالحة وبالحزم الجازم. عباد الله، استعدوا لرمضان الكريم، رمضان المبارك. أيها الأحبة في الله، انظروا إلى نفحة من نفحات الجوار وإشراقة من إشراقات النبوة، حيث يأبه النبي صلى الله عليه وسلم اللبنة الأولى في تكميل الفرد الصالح والمجتمع البشري المثالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون أيها الناس من هو العاقل القتل اللبين؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه: إن العاقل الفطن اللبين الكيس، من يحاسب نفسه محاسبة قضية فكرية عملية قولية في جميع أحواله وحالاته، يحاسب نفسه محاسبة شديدة، فهو العاقل ويعمل أعمال صالحة، يفكر ما ينفعه بعد موته، يستعد ما ينفعه بعد موته فيستعد ويعمل أعمال صالحة.
الصالحات منيبين إلى الله مخلصين لله، هذا هو العاقل. وأما الخبيث من هو؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بنفسه يقول: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني مختلف الأماني بأن الله سوف يغفره ويرحمه، ولم يعمل أعمال الصالحات بل يرتكب المعاصي بل يرتكب في الإجرام دائما ولم يفكر أعمال الصالحات، ما ينفعه بعد موته في وحشة قبره، لم يفكر ولم يعمل أعمال الصالحات ولم يلد إلى الله سبحانه ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو مستغرق منهمك في العصيان والطغيان والمعاصي، هذا هو العاجز، هذا هو العاجز، وليس هو فاطنا ولا عاقلا ولا كيسا. عباد الله، فتمسكوا هذا الدين وكونوا عاقلين، كونوا فاطنين، كونوا لبابا عند الله سبحانه وتعالى. عباد الله، فكونوا متمسكين بهذا الدين واستقيموا على إيمانكم وعلى إسلامكم قبل رمضان، وتوبوا إلى الله توبة نصوحة، فإن التوبة حاجة شديدة ملحة في كل مرحلة من مراحل حياته للإنسان، فإن التوبة والاستغفار سبب النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. فاستغفروا، فاستغفروا أيها الإخوة، فاستغفروا وتوبوا إلى الله توبة نصوحا قبل رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله إياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، ونشكره وقد تأذر بزياده لمن شكر، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه السادات القرآن. عباد الله، ان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد عليه من الله الصلوات والتسليم، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه الإمام البخاري في صحيحه. عباد الله، إني أوصيكم ونفسي أولا بنفسي القاصرة بتقوى الله سبحانه واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تستهن بالمعصية. عباد الله، لا تستهنوا بالمعصية، إياكم ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبة، لا تحتقرونه من الأعمال شيئا فشيئا. عباد الله، اتركوا المعاصي واجتنبوا الموبقات، لا تستمتعوا بالشهوات. عباد الله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم
والإكرامين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظنا في الإسلام قاعدين، واحفظنا في الإسلام قائمين، واحفظنا في الإسلام رافدين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن إيماننا وعن شمائلنا وعن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود والنصارى والملحدين. اللهم أخذ، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين. فانصرنا يا ربنا، فانصرنا يا ربنا على القوم الظالمين، فانصرنا يا ربنا على القوم الكافرين، فانصرنا يا ربنا على القوم المفسدين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم على النبي وعلى اله واصحابه اجمعين. عباد الله رحمكم الله، ان الله تعالى يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.